nerve transfer versus nerve grafting في البريكال فيكس سيرجي. هو دايما في تشالنجز في البريكال فيكس سيرجي كلها قايمه على كذا نقطه. النقطه الاولانيه الدونس، لان احنا محتاجين موتور يونتس تدينا فانكشنال موفمنت، مش مجرد انه بس نعدي يعني انه نيرف ايمي، احنا محتاجين كميه موتور يونتس كويسه تؤدي الى فانكشن اوت كم في الايد. تاني حاجه التايم دايما ضدنا، كل ما الوقت بيعدي فاست المصل ما اشتغلتش كل ده بيدي ريزلت اوحش لغايه وقت معين تكون المصل الريفرسبل تشينجز حصلت وكانوت بي انها تبقى ستيميليت مره ثانيه. والديستنس دي اللي هي برضه تساوي التايم، انه ان ذا فيري بيست يعني كونديشنز النيرف بيريجنريت من نص الواحد مني وده في الصغيرين، كل ما نكبر في السن الريت اوف جنريشن ده يقل في اليوم. فتخيل ان واحد ايده طولها مثلا حوالي 50 60 سم تساوي حوالي اكتر من سنتين او قرب السنتين عشان اللي انت هتعمله ريبير هنا يوصل لخش ايده، هياخد سنتين يمكن اكتر من سنتين ونص لو فرضنا جدلا انه النيرف ريجنريشن ده مشي بالماكسيمم ريت اللي هو 1 متر. فدايما تايم از ماسل، ان كل ما الوقت بيعدي تنتهي بالامور من عضلات هيلثي الى عضلات اتروفيك وما بتتحركش خالص وريفرسبل تشينجز فيها. الرسمه الكلاسيك بتاع البريكال فلكسس بدايه من الروتس، الازمه دايما انه في الاوكساتر البريكال فلكسس بنلاقي عندنا دونرز قليلين، غالبا بيبقى واحد روت او حاجه هو اللي سليم اغلب النظام، ودايما بتبقى الاتجاه الى انه هذا الروت يوجه كله الى الميديا كورد اللي هو خاص بالهاند موفمنت، هي دي اهم حاجه ودي اللي صعب تتعوض او تعمل لها ميوكارديشن. فدايما بنوجه المين للمين اللي هو الروت سي 5 كلها او سي 6 او اي حاجه الدونرز الموجودين تتوجه كلها الى الميديا كورد اللي هو عشان الهاند موفمنت. فتبقى لنا الحل الاسهل هو الشولدر والالب. فظهر هنا اثنين تيرمز، واحد نيوروتيزيشن يعني ايه هو الانجراف او نيو نيرف فايبرز الى بليس اور ماسل كان ديبرايف من النيرف فايبرز. ولو استعملنا دونر غير الدونر الاصلي نسمي ده نيرف ترانسفير، عمليه نقل اعصاب من عضله ننقلها من عصب الى عصب اخر هو اللي شغال. وهي ذا فانكشن. ومن هنا ظهر تيرم النيرف ترانسفير. ببساطه النيرف جرافتنج، ان انا عندي في انجري موجوده فبنوصل ما بين البروكسيمال نيرف والديستال نيرف عن طريق كيبل جراكس، سواء الكيبل جراكس ده شورال او اي سنسوري نيرف تاني مش بناخده كجراكسات، عشان في الاخر نشغل الموتور مصر عندنا هنا موجود. الترم ده المشغل اللي احنا عندنا ذيس از النيرف الانجرز والمسافه بتاعته بعيد، فاحنا ممكن من سايد نيرف شغال ناخد وصله على نفس المصل اللي شغالها، يبقى ده هو ده النيرف ترانسفير. احنا بدل ما نمشي نوصل جراكسات من الاخضر والاخضر، لا خدنا له الانبوت من نيرف تاني باي باس، وبكده نوفر المسافه دي كلها بان احنا هيبقى عندنا ريجنريشن المسافه القصيره دي كلها، فنكتب التايم والديستنس يبقوا معانا مش ضدنا. وفي نفس الوقت نوفر دونرز لو هنا في حاجه قاعدين نوصلها، نفس الفكره نوفر هذا البروكسيمال ستامب الى حاجه ثانيه لو موجوده. الترايلز اوف نيرف ترانسفير يعني بترجع الى وقت قديم قوي، لكن الريزلتس كانت بور او نتيجه سيرجيكال تكنيك او خلافه، وايامها كانت النيرف جرافتنج يبان انه مور لوجيك كونديشن، ان انت تراجع كل حاجه بالاناتومي، الحته اللي دي تتشال وتوصل بيها جرافتات مور لوجيك عن ان الواحد ينقل العضله من نيرف سبلاي لنيرف سبلاي تاني. فوقفت خالص ورجعت الوايف تاني في ريسنت مثلا من الثمانينات او حاجه. بتدي ادفانتج كتير قوي البروسيجر دي، ان انا الدونرز لو عندي اكتر عندي نيرفز اكتر ممكن اخد منها. طبعا تايم سيفنج في ريجنريشن، لما باخد بعمل نيوروتيزيشن نيرف ترانسفير انا متاكد ان انا واخد فروم الموتور برانش تو الماسل تو الموتور برانش تو الماسل، ما عنديش اي انسنت ان ده ميكسد نيرف وانا وصلت حاجه سنسوري على موتور فتبقى الريزلت كومبرومايز. ده بيدي سمولر بونت بدل الاولد اكسبلوريشن، العيان اللي اكسبلور من اول ودنه لغايه القلب ويمكن جرح كبير قوي، لا احنا بناخد الجرح بيتقسم على الحاجات المهمه، حاجات ايزوليتد جرح في القلب ايزوليتد. سيفر طبعا اكتر لانها مش جروح كبيره، ما عنديش الجرافت موربيديتي ان انا بفتح رجل الطفل عشان ياخد منه شورا نيرس او جرافت اللي بيعرضه لمشاكل اكتر، وممكن اعمل اقوي العضله اللي انا بشتغل عليها دي بان اديها من واحد او اثنين او ثلاثه نيرس الى نفس العضله فتديني باور اكتر، هي مجموع الموتور يونتس هتخشها اللي هتساوي الباور بتاع الثالث راوند. في كومباريزن سريعه بينها، ان النيرف ترانسفير مش هيحتاج ان انا يكون عندي بروكسيمال ستامب، انا باخد على نيرف ثاني خالص، انه سنجل سوتشر لاين هي وضع عصب على عصب، بينما النيرف جرافت اثنين سوتشر لاينز اللي هو ما بين البروكسيمال والجرافت وما بين الجرافت والديستال، ان انا اي كانوت جرانتي الجرافت انا النتائج بتاعته الى اني بوصل بقول لك حصل اي روتيشن في الناحيتين البروكسيمال والديستال هيبقى الموتور والسنسري ميكس على بعض وده بيضعف النتائج، بينما في النيرف ترانسفير اتس بيورلي موتور، انا باخد عصب شايفه داخل جوه مصر يبقى ده بيور موتور الى عصب ثاني داخل جوه مصر دي بيور موتور. الديستنس طبعا هنا قليله جدا لان انا بختار الديستنس بحاول اوصل الديستنس اوف ريجنال على قد ما بقدر. اكزامبلز كتير قوي عندنا في الرقبه، عندنا سباينال اكسسوري نيرف وسوبرا سكابيولر عشان الشولدر ابدكشن، عشان شولدر سنه وتيش ابدكشن، انتركوستال في ماسكلو كوتينيوس نيرف يعوض لي القلب فلكشن.
برانش من تو ذا واحد من البرانيال برانش تو ميديا تو ذا لونج ايدو ترايسبس عشان بدل الاكزيلري اعوضي الديتويد ناخد بارت من الفيكس كابيا نفس بارت من الالمن نيرف تو المسكل كرينيا تو ذا فيري فيمس وستاندرد بروسيجر دلوقتي الاوفرلاب بروسيجر وممكن ناخد من الميديا نفس الموضوع الى ليديا ميديا تو ليديا ترانسفير عشان في الناس عندهم ريس دروب فينج دروب تكسر الوقت يعني السوبراسكابيولار نيرف وفي نفس الوقت فيزيكال فروم ذا ميديا نيرف طالعه الى النيرف تو براكيالس فده يدي الباور اوف البو فلكشن باي ديوال نيوروتايزيشن بارت من الالنر بارت من ميديا. كومباريزن عن نيرف ترانسفير نيرف بيرتي 12 في الجي بي اس في 2011 فكانت الريزلت ان سنجل نيرف ترانسفير مارك بيدي جريد 4 عضلات 35% بينما مع الدبل اللي هو الفاينل اسيستنت نيرف او ريديا نيرف تو اكزيلر هيدينا حوالي 74% جريد 4 من الست بينما لو الاوريجينال نيرف جرافتنج بيديني 45% بس فالاندو فلكشن ترانسفير كان بيكسب 83% قدام النيرف جرافتنج 65% فقط اللي هو اسمه جريد 4 هم ده اللي بيعملوه فانكشن يعني فا ان توتال ديورنج مانجمنت اوف ايربن اوف الايربس بولسي من 3 ل 6 مانس ويز نو ريكفري نيرف ترانسفير في الشولدر الاندو سيت سوبيريور في الريزلتس عن النيرف جرافتنج. ثانك يو.